سلام، شلونكم؟ طول بالك. يلا بلش الحين. الأخ يبي يسوي فيديو من بعد سنوات غياب، رجع للقناة. الأخ محمد سلمان رجع لنا مرة ثانية. تفضل، فيديو لك. تفضل. سلام، شلونكم؟ اليوم راح أسوي ريفيو حق ألعاب، إن شاء الله تعجبكم. عندنا كم لعبة اليوم راح نتكلم عنهم؟ عندنا أربعة. أربع ألعاب. نطلع عشان نوريهم أربع ألعاب. فالأربع الألعاب هذه اللي راح نسوي عنها ريفيو. صح. تفضل. أول لعبة اسمها سنيك آي أو. هذه اللعبة إذا تحب الحياة أو شيء تلعبها، دش تاخذ بوينتس وتدور أي أحد، يعني إذا تبي تسوي بوست أو شيء اطلق بس هذه، بس ينقص الباور من عندك. فلازم تدايبالك ما تسوي وايد علشان. يعني صرت صغير أنت. إيه. كل ما تاخذ. ما يأكلون كذا؟ لازم يجايبون يأكلون. إذا تبي تذبح أحد لازم تخليهم يطقون جسمك. إذا طقيت، إذا أنت والاثنين طقيتوا الوجه راح يموت كذي. إيش كنت قاعد تقول؟ أوكي، لما تلعب لازم تمثل إن بتطقهم، بعدين مرة واحدة تلف، لازم تكون شوية أكبر فتأخذ بوينتس أول شيء. وتدوج هذا أكبر واحد. شنو الفرق بين الألوان هذه والله؟ بنفسجي وأخضر والكور اللي تأخذه. هذول الكور اللي أخذهم بس كذي ألوان، يعني يخلونها كنا هذا أكل. هذا شطولة. كنا أنواع أكل ثانية. شطولهم هذيل. لا لازم نجرب نذبح أحد مثل هذا. لازم أكون شوية طويل علشان لما أجرب أكله. كلهم يعني أطول منك. تدودة بالأكل هذا. أيوة. إيه، لازم نخليهم يطقون جسمنا. حلو. فأنت تتشطر على الأضعاف. إيه. بس اللي أقوى منك ما تقدر عليهم. وليش ما يأكلونك؟ هم يجايبون يأكلوني، بس لازم ألف قبل ما أطق وجههم. هذا. شوف ليش ما يأكلك؟ علشان هذا عنده أصفق، يقدر يدش فيني وما يقدر يذبحني، يعني اي حد. هذا اكبر واحد. هذا اكبر. ليش رايح له انت؟ عشان اجرب اذبح. رايح عند اقوى واحد تبي تذبحه؟ مينون انت؟ مرات اقدر اذبحه حتى لما انا صغير. ايه، خايسه اللعبه. لا لا لا، نخليها، يعني يمكن ناس تحبها مثلك. شنو في العاب بعد عندك؟ بعد ثلاثة. بعد ثلاثة. يلا تفضل ورنر بعد. اطلع. ايه، نطلع من هذه اللعبة الخايسة. ثاني واحدة اسمها بس سيميليتر. بس سيميليتر. هذه اللعبة كذي تقدر تختار اي دولة انت فيها الان، وكذي تقدر تروح مثلا بالكويت من الدعية للسلوى او شيء. يعني افضحنا. تروح من الدعية للسلوى. أو من الدعية للخير. فأنت يعني تسوي كأنك تسوق باص. إيه، أسوق باص. سيميليتر. إيه؟ إنك تسوق باص. إيه. خليت كل الأشياء بالدنيا قمت تسوق باص. سيارة، قاري، وهذا تسوق باص. أوكي، أول شيء تقدر تحط. سمي اسم الشركة. إيه. أنا شركة بس. شركة زير معروفة يعني. يعني. ELZER. سلام عليك. درايفر نيم. موشي. اي، ابى شغلك عندي. شغلك عندي درايفر. سلام، عندك لحيه بعد. طلعت لك لحيه. متى طلعت لك لحيه؟ ما تدري والله. كارير بتلعب؟ اي اي. دي 1 700 يورو اعطوك، ما 700 شنو؟ بونص فلوس. دولار. اي. حلو. شنو اللعبه هذه؟ بس انك تسوق الباص. الله، شوف الزير حالاته الاسم. أول شيء تروح. شنو الفكرة؟ أول شيء نروح الجوت ونحط من وين لوين. أو بالكويت بعد؟ صدق حاط الكويت. إيه، حالياً. أنا عبالي تشذب أنت. حالياً بس في اثنين. الفرانية والفعل. الفعل. حالياً بس في اثنين. كل ما تصدق أقوى. كل ما تاخذ فلوس أكثر. تفتح من أي منطقة ثانية. حلو حلو والله، حلو فيها الكويت، ما توقعت والله. تقدر بعد تسوي أنلوك حق أمريكا أو شيء لندن. لا الحين ما. أول شيء أنت راح تبدي بايكمون. أنزل. بعدين نسوي درايف. أول شيء نبدي بالبارك. إيه. بعدين نيجي
وهذا المقبع تصفطه هني. والله تعرف تسوق عمادر ندش فيه وبعدين هذول نبطلهم نبطل مكان الجنوط اذا يبون وبعدين يدشون الباص. اذا تبون نسوي سكيب هذا الناس يركبون هذا الاسيستنت مالي علشان لما انا اسوق باسنجر اون ذا باص. حلو بعدين تروح فويس ويتش بيد ليفر وكا مكتوب باللوكيشن الماب انه وين راح تروح. إيه؟ ليش ما سكيت هي سكه لا تطيح جناطهم تحت الباب السجعة تقدر. زين اشرح لنا هذيل شنو؟ هذا اذا سيارتك تايبة توجي تقدر توقف. حلو الهرن. هرن واذا مشاشات وليت ليت السيارة واذا يمين ويسار طق اشارة. لازم تطق اشارة وانت تلف صح؟ اي واذا اي احد يعني حس انه حاجة وشي يكتب لك هني don't you have air conditioner on the bus. إذا قالوا لك كذي بس تبطل التكييف وتسوي باقد شوي. أيه؟ وإذا قالوا وايد بايد النقصه. أيه يعني كذي يعني تتفاعل مع الناس اللي معاك بالباص. لازم تطقي شاقة لما بتلف. أيه؟ يتبط. ما تدعم أي شيء علشان ما يصايقون. أكيد يعني أنت مركب الناس بتموتهم. ما يصير تموتهم. ها آه حلو حلو جوك. ونقدر ندش فيرست بيرسون مود. اه برافو. اذا طلع ان في مطر باللعبه طب كذي يسوي لك اياه. ماكو مطر الحين شهر 7 بالكويت. إيه؟ تدري شنو درجه الحراره؟ مليون 65. فرن. انزين واذا تشلهم التكييف مساكين بعد لا يموتون حر. بطلت. إيه؟ واذا هذا وايد المطر قاعد يجيب سقعه لف يمين لف يمين نقدر نطق هذه الدقمه. سلام دش براسك وتصير اسرع. حلو دش ويصير اسرع. لا 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 تمشي اسرع. لا بريك 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 هو قاعد يدعمني. لا ما يصير انت لازم توقف انت اللي تشوف السيارات رايحه راده. اي عشان انا فيرست بيرسون بس احتاج في بعد 360 مود اذا تبي. يعني كذي تتسوق لما توصل تتسوق. لا تتسوق هذا لما تروح الافنيوز هني تسوق. وفي شرطة عشان كان قاعد إذا سويت مسخرة أكيد الشرطة بيونك. فأنت لازم تسوق. أنت الحين رايح من الفيء إلى الفروانية صح؟ لا من الفروانية من الفروانية للفيء إل. يعني هذه الكويت ها؟ إيه. إيه عندنا كذي بالكويت شير وهذا حلو. يا ليت. حلو. وإذا عصب. أنا صدقت عبالي طلعوا يقصون علينا حاطين لنا زرع ما وين هذا بالكويت؟ وإذا تبي تأذي أحد بس ليش تأذي أحد؟ ليش تأذي يعني الناس؟ إذا وتقدر تترك عليه بس تترك. أنت صدق كويتي؟ ترك حق الناس ليش أنت؟ هذا أنت للحين ما طلعت ليسن وكذي. لما أطلع ليسن الله يعين. الله يعين. يا رب إن السيارات تمشي بروحها لما أنت توصل تطلع ليسن عشان ما تسوق سيارة. اوكي لازم تجيبون في عندنا مفاعل هنا بالكويت. حلو لازم هني تروحون شوي شوي عشان ما تدعمون شيء ويزفونكم. أيه. بعدين يعطونكم في شاحنة اعلان مو شاحنة. انا عندي عادي ما عندي ما انت طبعا عادي عندك تمشي. إيه؟ وتدعم خلق الله. ما عندي مانع علشان مو الشركة مالتي مالت الزيج يعني عادي. فانت عادي عندك انت بس سايق. إيه؟ تشون اطلع اطلع برا. يلا انا طردتك من خلينا نشوف اللعبة الثالثة. اللعبة رقم 3 خلصنا من الباص مالك. لعبة رقم 3 هذه اللعبة اسمها مايبل كونتست اوف تشامبيونز. هذه اللعبة يعني تلعب ويا شخصيات مايبل وتتاوش ويا اي اي او اي احد. اي اي؟ اقعد حركات اي اي لازم انترنت هذه؟ شنو هذا؟ شقيت انت كل شوي الاو 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 قاعد يقول إذا عادي تدزون نوتيفيكيشنز. تقدر تلعب ويا أي شخصية مالت مايفل دي سي أي شيء. مارفل ولا دي سي؟ هذا غير هذا. ما أدري مكتوب مايفل بس قاعد يطلع دي سي. وين دي سي؟ باتمان. أوكي فالحين قاعد يعلمونكم عن كل شيء. أنت قاعد يقول. فلما تبي تطق بس تطق كذي بعدين هذا قاعد يطقك تسوي شيلد فانت تشيل. ايه وتطقه
اذا استوعبت انه هو بيطقك تسوي شيلد. شوفوا هو الحين خلي يطقني، اسوي شيلد قبل ما يطق، اسوي شيلد علشان يصير لس دامج ما يطقني، عشان يصير لس دامج. إيه. وبعدين لما الطقه وايد تشيل لك قوه تقدر تطقها مثل هذه. اقعد كل شوي تقدر تشتري شخصيات ثانيه غير عن سبايدر مان، تقدر تشتري هولك، ايرون مان، هذه الشخصيه بعد قاعد يتكلم، هذه اي احد تقدر تشتري. بس حق الحين هذه نفس انجاستس؟ لا مو نفس، بس نفسها فايتنج صح يعني. انت الحين بنقعد بس قاعد يعلمنا كذي شلون تسوي سوايب وشلون تطق وكذي. اي قاعد بالبدايه. متى راح نلعب اللعبه الصجيه يعني؟ آه الحين قاعد شوي بس قاعد يلعبون. هذا تماماً ماجنيتو. ايه سبايدر مان ستارك انهانسد. ايه السوت اسمه ستارك ستارك شنو؟ ستارك ما اسمع ستارك شنو؟ ستارك انهانس انهانس انهانسد. هني يبين كم دمك احقرني. فزت ها؟ ايه؟ ما شاء الله لاعبها من قبل ها؟ ايه؟ برافو برافو. والحين كنا راح نبدي يعني هي فايتنج بس الحين راح نبدي الحين بنبدي صدق. يلا بنبدي صدق. لما تفوز وايد يعطونك كريستل. ايه؟ وتحطها بالنص يعطونك كاركتر او شيء يعني يعطونك اشياء قوية. حلو. شوف نختار جنب بين واحدة منهم. ايه شنو تختار؟ اختار بلاك بانثر. ليش؟ هولك يعني ما احس مستيك حلوة يعني. لا مو مستيك، سكارلت ووتش. احب بلاك بانثر. الحين طلع لك بس حق الحين دام انت للحين كنيو على اللعبة. ايه انا نيو على اللعبة. انت ايه اوكي. فبس راح يعطونكم كاركترز مونستر مو اقوى شيء. مو اقوى شيء لازم تشتري إيه؟ يعني عشان إيه؟ حلو ما راح نشتري احنا الحين. لا مو خلاص اوكي الحين راح نسوي وايد يقرقون هذا باللعبه. اي علمنا الحين ندش هني وراح نلعب ويا بوس. اول شيء نسوي شنو؟ بوس نسوي اديت تيم إيه؟ ونحط لاعبين بلاك. فعندك لغاية 5 لاعبين تحط بالتيم مالك. اي بس لما اكون اقوى اقدر اسوي وايد. تسوي اكثر. شوف انا الحين بس 2. بس 2 باقي عندك 3 لازم تفتحهم. ليفل 3 وليفل 2 وليفل 3 والله 25 والله. إيه كل ما توصل ليفل تفتح كذي ها. ايه الحين راح نتهاوش ويا راح نتهاوش. حلو إيه؟ برافو نتهاوش يلا. بس بختار شقنا توك توك توك. اختار من سبايدر مان ولا بلاك بانثر انت؟ والله على راحتك انا احب سبايدر مان. انا ايه بعد سبايدر مان عشان اقوى من بلاك بانثر. عشان راح يتهاوش فيها البوكس ماله. اقعد مع ايرون مان. حلو سلام. كل ما تحلى تصير اقوى. طبعا احلى لما تلعبها الايباد ولا على الايفون؟ ايباد عشان راح يكون اكبر. ها؟ عشان راح يكون اكبر. حلو. واذا تبي تسوي شيء وايد ما تبي تلعب باليد؟ لا لما تمسك الطقه وايد يسوي باور قوي. عندك باور الحين؟ اي سلام سلام. اوكي برافو. لما تمسك كذي وايد حق الطقه وبس نقعد نلعب كذي بس إيه؟ خلاص يلا اللي وراها يلا اللي وراها. اخر لعبه اسمها ماتش مونستر. هذه لازم نلف الايباد صح؟ ان شاء الله نلف الايباد. هني اذا انت يدد على اللعبه وايد ومو اول مره تلعبونها يسوي لكم كذي اذا تبي تتعلم. حق انا انت لانك خبره باللعبه مالك ريق. شنو اللعبه هذه؟ اسمها ماتش مونستر. شويه نفس كاندي كراش بس تعطينك بس يعطونكم قوة أكثر يعني إيه، تلعب مع ناس أونلاين. إيه أونلاين. إيه. بالبداية أنت راح تأخذ هذولي البلو ستاي. حق شنو البلو؟ حق الباور أب.
عندك باور اب اوكي. واذا تبي واذا قاعد يستخدم شيء وايد قوي تاخذ الحمض علشان هو ما يقدر ياخذ الباور اب ماله. اه تنزل الاحمر ماله. عشان ما هذه الاحمر كذي هني هذا الاحمر النجمه الازرق حقك انت. ليش ما قلت لي المعلومه هذه مساء وانا قاعد نسيت ها ولا عشان اخسر تخليني اخسر؟ لا انت بعد قاعد تقول لي خلاص وما ادري شنو خليني اعاقف. انت قاعد تقول لي لانك قاعد تخرب عليك انت ما قاعد تخليني العب. قاعد اقول لك عشان ما تعقف في شلون المفروض تعلمني انت. يلا تفضل تعلمني. اوكي مثلا نزل الحين في هذه المربعه هني وكاهي المربعه بس اللي في هذه ويعطينا باور اب قوي نقدر نحطه ويا البنفسجي الثاني او نقدر نستخدم هذه ونكسرها فيه. اوكي الهامر تكسرها يعني. اي الهامر وهذا تقدرون تستخدمونه مقا كل جيم. كل جيم؟ اي هذول بفكيت كل ما تلعب اكثر واكثر يعطون يسوون لك انلوك حق اشياء اقوى من هذول. عندك هذه فل ايوه اكتيفيت. طب 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 وحق الاشياء وايد قويه ما تكون سته تكون خمسه تكون لازم سبعه. ما شاء الله سريع بالازرق. واذا حطيتها وخمسه مع بعض ايه راح يعطيكم يعني الكتريك يعني كهرباء. قوه كهرباء إيه؟ يعطيك كهرباء ايه. الحين انت فايل 46 ها لما توصل لاخر مرحله شوي هذه الاحمر عشان ايوه يا سلام عليك بس ما نزل شوف الفول ماله ما نزل لا تحت اربعه كانوا اكثر وحتى لما تحط ثلاثه مع ثلاثه هني وفي ثلاثه هني ايه تقدر يعطونكم قنبله تفجر والله طشرته ها ايه لما توصلون اخر مرحله وايد تقدرون تختارون بس تسوون جاوندين اذا شحن اذا ماكو شحن ايبادكم او تلفونكم. انا افضل اذا تبون تلعبون ويا ايباد عشان يكون اكبر وتشوف احسن. عشان اكبر وتشوف احسن طبعا انت هذا كله الحكي اللي قاعد تقوله انك تبي ايباد. لا عندي عندك ايباد ما إيه؟ ما تبي الجديد يعني لا ما عادي يعني عندك إيه؟ عندي حلو. ولد. حلو. توهم يسوون ما تبي الايباد الجديد يعني لا ما اكيد توهم هذا ما تبي حلو لونه اصفر لا ما سووا ابديت جديد اليوم اليوم امس اي هذا الابديت لمن تخلصون يعلمونكم وكل شيء تشون هنا ويعطونكم لاكي سبين بس مقا وتقدر تسوي بعد مقا باد بعدها لازم تنطي ليوم ثاني لا لازم تنطي ليوم ثاني اذا ما تبي تشتري إيه والحين بالابديت الجديد تقدر تسوي هذا اد ويعطونكم اشياء وايد قويه مثل هذا او شيء اللي لازم توصل هذا تبي انت 575 إيه من الليفل اللي انت الحين 25 بس اي 25 وي لازم بس باقي درب اي وايد شوف ما نقدر نشتري انا لا يعني طق هذا كذي نشتري لا ما نقدر لازم نوصل لازم توصل ها؟ إيه؟ ما في غش يعني ان ادفع فلوس وادخل لما توصلون هذا الليفل تقدرون تختارين بين راوندين ثلاثه اللي تبي بس ماكو فوق الخمسه اخر راوند تقدرون تختارون حلو تلعبون كم مره بالصاروخ هذا لما تجي تعطونكم فلوس اللعبه وتشترون اشياء حيل اقوى وهم بس قاعد يلعبونكم ويا ناس مثلا جديدين يدد او جديدين هذه جديده او يلعبونكم ويا اي اي مع اي 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 حق البدايه علشان مو اي اي مو اي 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 ما تقدر تفوز عليه لا يسوون الاي اي روبوت بس مو وايد قوي شويه يخلونه قوي مو ام بي سي اسمهم ام بي سي اي ام بي سي ام بي سي تعرف الام بي سي اي تعرف ام بي سي اي ليش ما تقول ام بي سي تقول اي اي يعني يعني شوفوني اعرف انا الاي اي نفس الشيء لا مو نفس الشيء هذا ارتفيشال انتليجنس هذا نون بلاير شو اسمه الان بي سي از باورد باي ان اي اي جود انا وصلت لاولريدي شوي تحت منه نفس الشيء يقول ها فتلعبون وايد لما تصيرون اقوى اي هذا
خربها. وعندكم تايمر اذا خل شويه وخلص اذا طول الوقت. تحط له تايمر اذا عبصت اذا عصبته وسوي يعني عصبت حين عصبت عليه يعني انت الحين ابيك بطه الحين بطه وقح الزيب دوره اي ماني مخليه يلعب علي برافو شوف يعني سوي يعني زعلان علشان ما تهزمون اكتبيت وفاز عليك لا لا الحين بقى بعد راوند باقي راوند ها 29 اوه سوى شفل خرب عليك حتى عشان احنا بال هذه الازرق الازرق حتى عشان احنا بالبدايه شوف يعطيكم هنت اذا كلش ما لقيته وشي تقدرون تاخذون هنت بس 5 بسكيت دام انتم للحين ما تعرفون اللعبه عدل ايه نوب ليه يعني للحين نوب ايه ازرق بس فست يعني ايش دراك فست بس يعني شنو راح ياخذ شيء قوي ازرق بس فزت انا اكثر منه للحين زين بس اللعبه سلام والله عارف اقعد يون هذه حيل احلى من كاندي كراش علشان انت ما تحب كاندي كراش لا مو عن علشان كاندي كراش ما فيهم باور ابس مثل هذول يساعدونكم وهذا شيء جديد الكواك اتاك بطه البطه خلي اوريكم شلون يلا ورنا البطه البطه للحين بس 6 هو نسى ان احنا قاعد نسوي ريفيو وقاعد يلعب ما قاعد العب اي تفضل اي يعني إيه البطه هي كذي بطتنا مثل ما بطتكم صح في تليفون تليفونك قاعد يرن تليفونك قاعد يرن عادي المهم من الريفيو اللي قاعد نسويه حتى عادي اهم من تليفونك يعني ايوه يا سلام اكتيفيت ياخذ هالقابع جو وياخذه كله يا سلام يعطيك 13 ومقات اذا في باور اب كذي ليسيده ويطقه يعطيكم حيل اكثر يعني يفوز اي لمقات اذا واللي حلو فيه إيه؟ ان البطه والشقاق اللي توه اذا خسيتوا وما عندكم وايد فلوس تقدرون تسوون اد وتفوزون وتسوون اد ويعطونكم واحد بفري بالاد بفري اي بس المهم انه ما ندفع فلوس هذا اهم شيء ما بندفع فلوس اي بس عندكم كنا 5 مرات بس 5 مرات نسويها اذا ما اذا عندكم صفر من هذا او من هذا هم حق الحين بس قاعد يلعبون ويا اي كنا لا حلو ما خلصنا إيه؟ للحين ما فزت للحين باقي 2 راوند اي بعد 2 راوند بعد 2 راوند مقات كذي يطول مقات ما يطول يوتر يلا يلا لعبتك الحين اكتيفيت يلا كمش اذا طول خربت على نفسك اذا طول اذا وايد طول وتبي يخلص بسرعه طق يلا خلص من الوقت يلا طولتها وهي قصيره واذا تبون تمثلون ان انتوا فزتوا تسوون كذي اقعد مبسوط اكتيفيت يلا البطه هيا البطه ايوه روح الازرق ايوه سلام على طول مره ثانيه اكتيف والله انك مش نص فزت بس يعني كذي اللعبه حلوه حلوه ما تمل انا مليت والله لا قاعد غشمر عشان ما قعدت لا قاعد غشمر عشان ما قعدت تلعب لا والله قاعد غشمر مو صدق ايش فيه مو عاجبك كنا لا علشان اللعبه حلوه بس انت محتاج ان ما قاعد تلعب بالريفيو لا لما تخلص اللعب يعني عادي يلا بس هذه اللعبه حلوه تخلص بسرعه وهم يعطونكم هذا ليفلات عطوك شوف ليفل زياده إيه؟ عطوك يعني عطوكم شيء جديد شوف دولارين خلينا نشتري عنك لا دولارين شويه لا ليش ولا انت ما تدفع فلوس لا مو عشان ما تدفع فلوس علشان حقهم ب200 بس يعني ب200 من هذول الكوينز تقدر إيه؟ تاخذها بسرعه يعني بسرعه يعني إيه؟ ما له داعي ندفع فلوس يعني إيه ما له داعي حلو احسب هذه اقول حق الشباب اللي مثلك انه يعني ما له داعي تشترون لانه ممكن لما تلعب توصل يعني اي صدق إيه؟ ولما توصل قول لهم
حظكم حلو الحين علشان لا مو حظكم حلو، قول لها افضل انكم تلعبون، افضل ان تلعبون بدل لا تغشون تدفعون فلوس. اي بدل ما تغشون هذا غش يعتبر فلوس. اي اوكي. واللي حلو الحين سووا بالابديت الجديد، قبل كنت لازم اوصل ليفل كذي 500 علشان العب فيها، بس الحين خلوها بفري. اذا تبون تدشون جروب عشان تساعدون الناس والناس يساعدونكم، لازم توصلون ليفل 1300. سهل توصلها هذه الالف وثلاثمية. الالف وثلاثمية تشوف انا للحين جديد وشوية وخلص الليفل الثاني. ايه. يعني اللي حلو تخلص الليفلات وايد بسرعة. لما تفوز كذي تلعب الديار. ايه بس تفوز يعطيك وايد. حلو. هذا اللي حلو حتى ليفلات وايد. حلو. ومو نفس كاندي كراش ما تخلص بسرعة. شو يقنب كاندي كراش؟ مو نفس كاندي كراش تطولون وايد باللعبة. تقدرون يعني تخلصون بسهولة، بس لازم انتو تلعبون بسرعة. ايه. اذا تبون تخلصون. حلو. هذا اللي حلو. مشكور. خلصنا الحين الالعاب اللي عندنا. يعطيك بس العافية. بس هذول الالعاب بالأربعة ان شاء الله حبيتوها وايد. ان شاء الله حبوهم ان شاء الله. مشكور اخوي محمد. مشكور. انت اللي مشكور على وقتك. تصدق شرها علي انا اللي معطيك وي؟ عادي كوميدي انا. ما اسمع. كوميدي. منو اللي كوميدي؟ علي طف الكاميرا لحظة قول لهم. مع السلامة يلا. لا قول لهم سووا سبسكرايب. سووا سبسكرايب. ايه. بس لا تسوون سبسكرايب حق هالشانل، نتروني انا شوية واكبر واسوي شانل بروحي، مو لا تسوون سبسكرايب حق الاخ. لما نسوي شانل جديد طقوا هالدقمة، اوكي؟ مو تنسون. مع السلامة. قوم اطلع برا. قوم قوم قوم. قوم هني 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 الباب قوم. يلا. يلا بيتكم. بيتكم يلا اطلعوا. يلا برا. ما اي والله.